لكننا هنا أيها الإخوة الأحباب لا نملك إلا أن نتذكر جرائم هؤلاء المجرمين عبر التاريخ، ونقدم للعالم اليوم مجموعة من الأسئلة ونتحداهم أن يجيبوا عليها بصدق. فقد طغت المصلحة على الأخلاق، وطغت الانتخابات على المبادئ، وطغت الصهيونية على كل حقيقة. نسألهم، نسأل العالم اليوم، من الذي ولماذا طردت فرنسا واستأصرت الكيان اليهودي المتمثل في الجيتو في سنة 1253 ميلادي؟ لماذا طردوهم؟ لأنهم مصوا دماء الفرنسيين، لأنهم سفكوا دماء الفرنسيين، ذبحوهم وسرقوا أموالهم وتآمروا عليهم، فما وجدوا في المحصلة من بديل إلا طردهم في سنة 1253. فروا إلى الشمال، إلى بريطانيا، وعاشوا فيها فقط 27 سنة، حتى أدرك الإنجليز جرم هؤلاء الناس قتلا وبصا لدمائهم وسرقة لأموالهم، فذبحوهم وطردوهم سنة 1280 ميلادي. ونحن نسأل الفرنسيين والبريطانيين، لماذا طردتموهم؟ ثم نسأل ألمانيا قبل هتلر، لماذا تم طردهم في سنة 1384؟ ونسألهم أيضا، لماذا طردتهم فرنسا مرة أخرى في 1360؟ ونسألهم، لماذا طردتهم المجر في 1360؟ ولماذا طردتهم بلجيكا في 1370؟ لم يكن هذا مسلسلا جديدا، فالقصة قد بدأت قبل 1253، يوم طردهم فرعون بظلمه، لأنهم سفكوا دماء المصريين وتآمروا عليهم مع أعدائهم فطردهم بعد أن ضيعوا دينهم بعد يوسف عليه السلام. هل هذا المسلسل كان جديدا؟ لا. ففي بعد ذلك طردهم تشيك في 1380، وطردتهم النمسا في 1420، وطردتهم هولندا في 1444، وطردتهم أسبانيا في 1492، وطردتهم روسيا بعد التآمر على قتل القيصر في 1882، وطردتهم ألمانيا مرة أخرى في 1945. إن مسلسل الطرد مستمر حتى هذه اللحظة. مسلسل الدماء تسيل، والشهداء يقضون، والأبناء يحملون الراية، والطرد قادم بإذن الله تعالى من فلسطين، كل فلسطين بإذن الله تعالى. نحن لسنا أقل قوة ولا كرامة من الشعوب التي طردتهم واستأصرت شأفتهم. نحن على موعد مع طردهم. إن الأمة التي فتحت أبوابها وصدورها وبيوتها لهؤلاء الذين طردوا من شتات الدنيا كانت الأمة الإسلامية. إنهم الذين مدوا أيديهم إلى الكلاب الجائعة والوحوش المفترسة ليطعموها فأكلوا أصابعنا. نحن تعلمنا الدرس، لا مكان لكم بيننا ولا مستقبل لكم بين الأمم، إنكم إلى زوال.